لا تجد الشقيقتان فاطمة وأمل غير هذه البئر لملء عبوات مياه للاستخدام اليومي وللشرب رغم عدم صلاحيته. وما معنا مي حتى نصلح بيتنا وننظف به ونجي نحن الصبح نعبي وأبويا بالليل يعبي لنا. تتحملان مشقة الطريق بدلا عن طريق المدرسة ما يقلق والدتهما على مستقبل لن يكون أفضل من حاضر ينقصه الكثير. هذا الماء اللي رايحين نجيبه بالبئر نشربه ونطبخ منه. كهاتين الطفلتين الكثير من أطفال حي البساتين كنموذج بارز لتضافر دمار الحرب وتدهور الخدمات وسيان في هذا الحي المواطنون اليمنيون وإخوانهم اللاجئون من الصومال. الصرف الصحي هو الأهم من أنك تبني، لو أنت تشي تبدأ بأساس قوي. في منظمات كثيرة داخل بساتين لحد الآن ما قدموش أي شيء. منظمات كثيرة دولية ومحلية تزور هذا التجمع الأكبر للاجئين دون أن يحدث الفارق كدلالة على فساد يشل أغلب المشاريع ليصبح الإنسان هنا ضحية فقر وحرب وأوبئة تجهز على ما تبقى من رمق الحياة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.